السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي هشام فادي من الصف الثامن من Year 9 BH2. اليوم سأتحدث عن الصدق والأمانة، إحدى أهم الصفات في الإسلام لمساهمتهما في نشر الهدى والتقوى بين الأقوام السابقة. فإذا صدقت الدعوة صدقت العبادة وغير ذلك. فإن هاتين الصفتين كانت تابعة لكل رسل الله عز وجل، وخصوصا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يعرف بالصادق الأمين لأن كل الأمانات قومه كانت تؤتمن عنده. وحتى عندما أنزل عليه الوحي لم يستطع قومه المعرضون نعته بالكاذب خائن الأمانة لكثرة صدقه وأمانته. وقد ذكرت هاتين الصفتين في عدة من سور القرآن الكريمة، فمثلا في سورة المعارج في الآية 32: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم وعد الله هؤلاء الناس بالجنات الكريمة: أولئك في جنات مكرمون. وفي سورة الأحزاب كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأيضا وعدهم الله بالجزاء الطيب كما قال تعالى: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. فهل ترون أحبتي مكانة الصدق في الحياة؟ إنهما كنز لا يفنى. وشكرا جزيلا.